السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا 3 مواقع بيعملوا لك كي ووردز أساسية، بحيث لما ترفع فيديو أو ترفع ملف على التويتر أو ترفع ملف على أي شبكة من التواصل الاجتماعي، لو حد بيعمل بحث تطلع معاه في محركات البحث. وليكن مثلا أنت عايز حاجات مثلا تتكلم عن مصر مثلا، ماشي، بحيث بدل ما تقعد تقول إيه مصر قوية، مصر دولة، مصر الاهرامات، لا هو مجرد تعمل سيرش هيجيب لك كلمات كتيره فانت تقدر تحطها عندك بسهوله. تمام، اهو هنا ده الموقع ده بيعمل اكتر من خدمه، هناخد منها تاج جنريتور، وبرده من هنا برضه هنكتب مصر، طبعا عربي وانجليزي شغال. مصر تصديع ومنتخب مصر واخبار مصر ومصر اليوم ومصر النهارده، كل عليك هتقول له كوبي وتروح في وصف الفيديو او في المكان المخصص للتاج اهوت، هتقول له سي مور وتبدا تحط التاجات بتاعتك اهيت. تمام، كل عليك هنكتب مثلا كلمه مصر وتقول له جنريت تاج، في ثواني بيبدا يجيب لي الكلمه المكرر فيها مثلا مصر والقضيه الفلسطينيه، مصر والمغرب، تقريبا اكتر ناس مهتمه بالكوره. تمام، هنا ده بتعمل سيلكت كده وتيجي هنا تقول له كوبي، فخلاص بقت موجودة معاك في اللاصقة أو في المكان المحفظ فيه، ففي أي مكان تقدر تيجي وتقول له بيست فبيبدأ يحطهم لك كلهم. فدي بتبقى سهل جدا إن أنت تحط كلمات كتيرة في محرك بحيث تظهر في محرك البحث.